تلبية لنداء القائد العام لقوات الدعم السريع وانحيازا لثورة جماهير الشعب السوداني. اليوم في طعم درمان قوات الدعم السريع يستقبل كوكب نيرة وأرتال من ضباط وضباط صفو جنود القوات المسلحة انضماما لصوت الشعب السوداني في الحرية والعدل والسلام والديمقراطية. فنحن بنقول الفاضلة ما يخموك تاني عن الدفافير والكناتر للحروب الفاضلة تكفير الزروب. نحن بنحيي الشرفاء من القوات المسلحة لانضمامهم لموكب الثورة وبنقول لهم طال الزمن ولا قصر يا أم البلد سلام. 31-802 ملازم أول إبراهيم عمر سلاح المهندسين. اليوم أعلن انضمامي إلى قوات الدعم السريع طلبية لنداء قائد قوات الدعم السريع سيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى، ونناشد شرفاء القوات المسلحة ضباط وضباط صف إلى الانضمام إلى قوات الدعم السريع. نمرة 34-532 ملازم البدوي قادم الحسب الدفعة 66 الفرقة التاسعة المحمولة جوا. بعلن انسلاخي من القوات المسلحة السودانية والانضمام إلى صفوف قوات الدعم السريع تلبية لنداء القائد العام للقوات الدعم السريع، وأنا ناشد شرفاء القوات المسلحة الذين ظلوا يهدرون دماءهم في حاسل الفارق بالانضمام لخيار الشعب وإلى الديمقراطية.